الوشم ممكن يكون بأشكال وألوان مختلفة متنوعة لأهداف كتيرة، منها الجمالي أو لإيصال رسالة معينة أو يمكن إيمان بقناعة ما. ولكن إنه يكون الوشم آية قرآنية على رجل بنت، هذا الشيء اللي بسببه اعتقلت الشرطة الكويتية مقيمة بريطانية بمحافظة حولي. الاعتقال كان تحت تهمة انتهاك حرمة الأديان. صحيفة الرأي الكويتية نشرت الخبر وقالت أنه الاعتقال كان بسبب بلاغ من مواطن كويتي عن مقيمة بريطانية بعد ما لاحظ آية قرآنية مكتوبة على رجلها بشكل تاتو. ولكن بعد التحقيقات تم إخلاء سبيل السيدة البريطانية بضمان مالي وبعد توقيع على تعهد بإزالة تاتو الآية القرآنية اللي على رجلها. الخبر ضجت في مواقع التواصل الاجتماعي وصار حديث الناس بالكويت. من التعليقات اللي كانت عليه تعليق من حساب باسم شعباني قال: شكرا لسلطات الكويت اللي وقفتها للمواطنة وتقديمها للعدالة ولا للتطول والتعدي على حرمة القرآن الكريم. أما نانا فشافت القضية من ناحية تانية وتساءلت أنه أكيد اللي شاف الوشم هذا مسلم، علشان المسلم هو اللي هيقدر يتعرف على الآية القرآنية. طيب المسلم الجميل ده ما غضش بصره الجميل ليه؟ وياريت تحبسوه معها. بينما عثمان كريم فشاف القصة بالعكس تماما وقال: مبادرة حسنة من طرف مواطن حتى يعرف الأجنبي الخطوط الحمراء. وهي المقيمة كانت متعمدة على هذا التصرف جزاء السجن وإزالة الوشم. أما صاحبة التاتو اللي عمرها ما بيتجاوز 30 سنة وبتشتغل بأحد المدارس الأجنبية بالكويت قالت أنه التاتو مو جديد وعملته من سنتين ببريطانيا لأنه لفت انتباهها واعتبرته مجرد نقش جميل وما كانت بتعرف أنه آية قرآنية. برأيكم رح تشيل التاتو فعلا ولا كيف؟